كرة القدم التونسية. نقعد معاك في سؤال أستاذ، في ظل الموجود هذا الكل والكواليس اللي كانوا يحكوا فيها الأولاد واللي نعرفوها الناس الكل، الكواليس يا عبد الباقي الأولاد طلب طلب مثال مثال لا لا مثال الحكاية يا عبد الباقي واللي يقولوا فيه واللي هو معروف وموجود، نجمش نجمش بحكم خبرة السنوات الطوال أستاذ تخرج لنا قانون بركة يحمي المدرب في تونس موجود؟ نجم موجود. ثم قانون يحمي المدرب هو التونسي. هو توا اليوم في التدرج القانوني راه ثم قانون يحمي المدرب التونسي نسبيا، ولكن الاشكال الناس كل تبحث على نوافذه كيفاش في لحظه عادي يعني انا نعرف في تونس استاذ ثم قانون يحمي كليا المدرب الاجنبي. لا 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 اي فما هذاك اختصاص الفيفا احكي لك نجموش نلقاو حاجه في تونس نجم تحمي المدرب باش ما عادش يصير فيه شيء. سيد حملني 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 ثلاثة دقائق. لا أجنبي لا تونس. حملني ثلاثة دقائق. حملني ثلاثة دقائق. لأنه كي نحكيو في القانون نحب المعلومة تكون صحيحة. أولاً ثم فرق بين المدرب الأجنبي والمدرب المحلي. كيما اللاعب الأجنبي واللاعب المحلي في الاختصاص الحكمي اللي هو اختصاص حكمي دولي ثم عصا غليظة في التنفيذ اسمها عصا الفيفا ولجنة التأديب والتاس. هو نهار تقول له راهو فيه العقد نتاعك، إذا كان عنده شرط تغريمي ياخذ شرط تغريمي كاملاً، إذا كان عنده لنهاية العقد يمشي إلى نهاية العقد. وراهو نعطيك راهو المدرب الأجنبي كي يجي يحسن التفاوض واعطيني أنت زادة باش نحمي أنا المسؤول، أعطيني المسؤول اللي عليه ضغوطات تونس كل ولازم غدوة يجيب مدرب والناس كل اليوم تقتنع أنه أحسن مدرب هو طارق العليمي. نفس العباد تقام بعد ستة شهور اللي هما مارسوا ضغطهم على المسؤول باش يختار طارق العليمي اليوم يقولوا له شبيك جبته، حط روحك زادة في الموقف هذاك. نرجع لك للجانب القانوني، المدرب الأجنبي أو اللاعب الأجنبي بموجب الشرط التحكيمي هو يخرج على ولاية لجان التقاضي المحلية التونسية اللي تنجم الملف تاخذه ما تنفذوش. المدرب التونسي راهو عنده عقد مثال ياخذه من الجامعة التونسية لكرة القدم، لا تقول لي فلان كتب ولا فلان ما كتبوش، واللي يحطوا فيه بنود العقد اللي فيه المدة والأجر وحالة قطع العلاقة التعاقدية يقول لك إذا كان بيتعصف عندك من شهر إلى ثلاثة أشهر. وبالتالي أنا هذا شو نحكي معناتها القانون التونسي مش نغيروه. لحظة هذا القانون التعاقدي، قلت لي هل أنه أنت ثم حماية للمدرب؟ الحماية التعاقدية موجودة في العقد بيده، لكن ثم حماية أخرى. قبل كنت نجم تجيب 10 مدربين 5 مدربين جاءوا في وقت مضى 5 سنوات يظل التالي كان أنا مش غلط وعملوا تحديد الإجازات الفنية. المدرب ما لازموش يمشي لثلاثة نوادي في موسم رياضي، والنادي ما لازموش يستقدم أكثر من 3 مدربين، لكن الواقع الزوز يشتركوا في فتح النوافذ. علاش؟ خاطرك أنت كي تقعد بإجازة وقتية راك قبلت إنه ما يكونش عندك إجازة، خاطرك أنت تخمم في الفريق الرابع أو الخامس كمدرب، ورئيس الجمعية زاد يخمم في المدرب الرابع أو الخامس. علاش قلت لك نشترك جميعا؟ وأنا كرجل قانون أبحث عن المنافذ لإنقاذ ملفي. أنا بيدي مسيح في العملية ذي، أنا أقول خليه أعمله أكريديتاسيون بروفيزوار جمعتين ثلاثة باش ما يدخلش في الكتاب.